في يوم الغزو 2/8 عندما وصل الخبر كان حزين جدا، وبس كان متفاعل مع الأوضاع بشكل كبير، ما كان قادر يقعد في مكانه، هو ومجموعته ومجموعة من أصدقائه، منهم أمين محمد حسن أشكناني ولد خالي، والشهيد عبد المهدي بهبهاني، هذين اللي كانوا معاه أغلب الوقت، وكانوا جدا مهتمين في موضوع الغزو اللي قاعد يصير من أحداث في ذاك الوقت. عيسى كان عنده شغف بأنه يروح يوثق هذه الأحداث اللي قاعد تصير، فكان عندهم هو وأصدقائه كاميرا فيديو، كانوا دائما يطلعون يصورون المظاهرات، يصورون الأحداث، يحاولون يوثقونها وتكون بالنسبة لهم ممكن يستفادون فيها الناس مستقبلا. في بداية الغزو، يعني في ثالث رابع أو خامس يوم الغزو، طلع هو ويا أمين ولد خالي وعبد المهدي بهبهاني رحمة الله عليهم جميعا، طلعوا عشان يوثقون مظاهرات كانت موجودة في منطقة النزهة، كانت مظاهرة نسائية على حد علمي. في طريقهم لهذا الموقع قبضت عليهم على ما هم يسمونها السيطرة أو نقطة التفتيش العراقية، ولقوا عندهم الكاميرا. من بعد ما اعتقلوهم حاولنا احنا نتقص الاخبار ونشوفهم وين موجودين، سألنا عنهم في عدة اماكن منها مراكز الشرطة ومراكز الجيش. طبعا ما احب اتكلم عن المعاملة اللي تلقيناها في ذاك الوقت والطريقة، لكن احنا استحملنا عشان نوصل حق اخبار عن عيسى او مكانه ونحاول نشوف له طريقة هو والمجموعة اللي وياه. سمعنا في البداية ودوهم منطقة السفارات او الدعية البحرية يسمونها هنا. في هذيك المنطقة حاولنا نتواصل معاهم، بعد فترة قالوا لنا أخذوه وانقلوه إلى العراق. من بعد ما انتقلوا إلى العراق طبعاً انقطعت أخبارهم بالكامل. حاولنا في ذيك الفترة أن نتواصل مع عدة جهات ممكن يوصلونا لهم، طبعاً أنت عارف هناك أغلب الأشياء تأخذ بالمادة في ذاك الوقت، فلازم تدفع فلوس وتعرض نفسك للخطر عشان توصل لأخبار حتى مو لمكانهم. طبعا حاولنا ما كان في جدوى، لكن بعد التحرير تفائلنا في رجعتهم، خاصة مع عودة مجموعة من الأسرى بدوا يرجعون لبيوتهم وبدوا يرجعون لأسرهم، وهذا الشيء أفرحنا وإحنا فرحنا لهم والحمد لله على سلامة كل الأسرى اللي عادوا. لكن كنا متمنين أن من ضمن الأفواج اللي قاعد ترجع يرجع عيسى وأصحابه وجميع الأسرى الكويتيين اللي كانوا موجودين، لكن للأسف بدت تطلع قوائم بأسماء بين فترة وفترة، وفي فترة من الفترات طلعت قائمة فيها أسامي بعض الأشخاص اللي كان ممكن يفرج عنهم، لكن للأسف توقفت عملية الإفراج عن الأسرى. وبعد الأسئلة قالوا لنا إن خلاص ما في أخبار أو ما في أساساً بقية أسرى هناك موجودين. طبعاً هذه شالت قصة كبيرة في قلب الوالدة وقلب الوالد رحمة الله عليهم. توفوا وكانوا هما يعني حزينين، لكن بنفس الوقت فخورين جداً كون إن أحد أبنائهم صار شهيد وشهيد فداءً للكويت. بدت مجموعات من الجثامين أو مجموعات من الرفات ترجع للكويت. كان عندنا طبعا بعد إزاحة الطاغية احنا توقعنا انه ممكن يكون في أسرى يرجعون، لكن للأسف ما وصلنا اي خبر من ذاك الوقت. مع وجود الرفات للشهداء اللي بدت ترجع، بدينا شوية شوية نحس بأن هذا الخبر ممكن يوصلنا إحنا مثل ما وصل لأهالي بقية الأسرى. قبل لا يعلنون عن إيجاد رفاته أعتقد بشهرين، كان في شهر 11 شهر نوفمبر 2020، أعلنوا عن وجود مجموعة من رفات الشهداء، وطبعاً إحنا حزننا كثير لهذا الشيء، وكنا متوقعين أن هذا الخبر ممكن يوصلنا في يوم من الأيام. ولله الحمد وصلنا خبر في بداية شهر يناير عن وجود رفاته. طبعا هذا ذكرنا بأشياء كثيرة أحزنتنا في ذاك الوقت، لكن
وجوده حاليا بيننا اعتقد هون علينا الكثير، والله يرحمه مع الشهداء ان شاء الله.